والصاحبة والولد اللذان نسب إلى الله عز وجل، ليس في الإنس فقط بل حتى في الجن. اقرأ سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.